صوت العرب من القاهرة. بدون أدوية، معلومة طبية ووصفة صحية للأسرة العربية، روشتة مجانية لعيشة هنية. روشتة مع الدكتور وائل صفوت وسعدية حسين. كل يوم معلومة جديدة وإضافة جديدة لحياتنا في شكل روشتة مجانية. روشتة بنقدمها لحضراتكم عشان نحمي نفسنا من أمراض كتير، وعشان نقلل المضاعفات والمخاطر لو عندنا أي أمراض أو مشاكل صحية. ومكملين حلقتنا المهمة جدا على أمراض ليها علاقة بالمناعة والجهاز الحركي ومرض روماتويد بالتحديد، لأن عليه لخبطة ومشاكل كثير. ومعانا ومعاكم دكتورة هالة الحضري، دكتوراة روماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي واستشاري أمراض الروماتيزم والمناعة بكلية طب القصر العيني. صباح الفل يا دكتورة. صباح الخير يا دكتور وائل، ازي حضرتك؟ ربنا يخليك. طبعا احنا النهاردة حلقة الدواء، يعني انا ما بحبش، انا برغم ان انا دكتور بس ما بحبش الادويه، بس واضح ان احنا هنحتاج للادويه. احنا الحلقه اللي فاتت احنا اتكلمنا فيها عن النصايح، وطبعا دي مهمه جدا، ودي اتفقنا ان هي قبل ما نكتب الروشته تكون على قد ما نقدر نلتزم بيها. طيب احنا النهارده هنكتب الروشته للمريض. نمره واحد، ما فيش مريض زي التاني. دي نقطه مهمه جدا، مش عايزه المريض يبقى خايف، يعني ما يجيش يقول لي انا بنت خالتي عجلها روماتويد ودلوقتي ما بتقدرش تتحرك، او انا جدتي كان عندها روماتويد ودلوقتي ما بقتش بتمشي. الكلام ده كان زمان، دلوقتي الادويه قبل وسائل التشخيص وقبل كميه العلاج اللي عندنا وقبل العلاج الحديث اللي موجود. النهارده بنقدر نشخص الروماتويد في المراحل المبكره، ولذلك بنقدر نغير مسار المرض بالادويه اللي موجوده. فمش عايزه اي حد يخاف، هو اهم حاجه ان هو يتشخص مظبوط ويلتزم بالكلام اللي الطبيب طبعا بيقوله له والمتابعات مع الدكتور. تمام. العلاج بيبقى مسكنات فقط ولا في ادويه مطبقه؟ المسكنات ليها دور، لكن طبعا هي مش كل، يعني احنا ما نقدرش نستخدم المسكنات فقط في مرض الروماتويد. احنا دلوقتي عندنا في ادويه بنسميها ادويه تغيير المسار. تغيير تمام. المسار تمام. ديزيز موديفاينج دراجز، يعني تغيير مسار المرض. الادويه دي كتيره جدا، احنا بنختار منها اللي يناسب المريض ده. احنا بس عشان برضو نطمن الناس، احنا مش بدماغنا، يعني مش كل دكتور شايف من وجهه نظره انه عايز يدي الدواء ده او عايز يدي الدواء ده، لا. بروتوكول، احنا بقى ده. عندنا بروتوكول عالمي كلنا ماشيين عليه، النظام كله متفق عليه عالميا. بالظبط. الطريقه بتاعه علاج الروماتويد بقى متفق عليها عالميا، وكل سنه طبعا بيحصل فيها تحديث. وطبعا وده فايده المؤتمرات اللي احنا بنقدر نحضرها علشان نسمع الكلام الجديد اللي بيتقال في طبعًا المجال ده. طبعا. فكل الدكاتره بيبقوا عارفين ان في جايد لاينز او بروتوكولات عالميه احنا ماشيين عليها. ولذلك زي ما بقول، كل مريض مش زي التاني، احنا بننقي العلاج اللي يناسب المريض من الناحيه الصحيه كلها. انا مش بعالج روماتويد، انا بعالج مريض. المريض ده ممكن يبقى عنده مشاكل اخرى، ممكن يبقى عنده امراض اخرى. تمام. لازم نراعي دوت في الروشته بتاعتنا عشان الدواء ما يتعارضش مع حاجه او يزود حاجه. احنا عندنا الادويه تغيير المسار، عندنا الكورتيزون على فكره. زمان كان الاول يقول لك ايه، ممكن نستخدم الكورتيزون في بدايه المرض، في بدايه العلاج، لكن دلوقتي بيقول لك لازم تستخدم الكورتيزون، مع انه هو سيء السمعه. لكن هو مش زي ما الناس فاهمه. احنا الناس هتزعل مننا لو قلنا لهم، بس لو هتفهم بقى هتعرف ان هو ده حاجه مهمه جدا. بالظبط. احنا لو استعملناه بالطريقه اللي احنا هنقول عليها وتحت اشراف الطبيب، وما بنستغملش الجرعات كبيره، وبنقدر نسحبها على طول، ده ليه دور مهم جدا. لان الابحاث اللي اتعملت على المريض اللي خد كورتيزون في بدايه المرض، بعد مثلا هنقول 10 سنين مساره احسن كتير من المريض اللي ما خدش. وتبقى كميات صغيره، كميات صغيره وتحت اشراف الطبيب وبنسحبه. لكن مثلا حضرتك على حاجه، افرض المريض ده عنده سكر والسكر ده مش مظبوط، انا ما اقدرش اديله كورتيزون لانه هيعلي السكر، هلجا لحاجه بديل تاني. ولذلك بقول مفيش مريض زي التاني، بتفصل عليه بس في حاجات معينه معروفه. يعني بالظبط. كلمه تتفصل عليه دي على فكره يا دكتور حضرتك قلتها بالعربي، هي فعلا اسمها تيلورد ثيرابي، يعني متفصل عليه، بناخد مقاساته ونفصل عليه العلاج بتاعه. طبعا احنا مش هنلحق نقول كل الحاجات، وطبعا انا في أكيد. دماغي سؤال العلاج البيولوجي، في حاجات كده طالعه جديده، ده احدث علاج نقدر نتكلم فيه لوحده في حلقه. بالزبط. لانه هيحتاج كلام كتير. شكر جدا. يا ريت نكون اضفنا لحضراتكم ولحياتكم طعم جديد، طعم متلون بالبهجه والعافيه والصحه. ولو عندكم اي اسئله او اقتراحات او معلومات، ابعتوها على صفحه روشتا على الفيسبوك، او تتصلوا برقم 011 0 8 2 0 2 4.
روشتة مجانية لعيشة هنية. روشتة مع الدكتور وائل صفوت وسعدية حسين.